صباح الخير شهرزاد، لك هي ولكل السادة الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفضاء الصباحي من إذاعة الجزائر القناة الأولى. ضيفنا اليوم هو السيد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد شعلال. صباح الخير سيدي فاضل. صباح الخير رضوان، صباح الخير لكل مستمعين إذاعة الوطنية القناة الأولى. إذا نستهل بالأرقام المقدمة من الديوان الوطني للإحصائيات حول تراجع نسبة البطالة في الجزائر، وسنتحدث عن التشغيل ومخطط التشغيل في الجزائر مقارنة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كذلك مع الدخول الاجتماعي وتزايد طلبات حول التشغيل. نبدأ أولا سيدي الفاضل بالنسبة للبطالة. في أبريل كان هناك تقرير للديوان الوطني للإحصائيات يقول أن نسبة البطالة في الجزائر وصلت إلى 9.9% بعد ما كانت 11% في سنة 2014. هناك من يقول ما صحة هذه النسب المقدمة من الديوان الوطني للإحصائيات؟ شكرا. أولا نسبة كانت 11.2 في سبتمبر 2015 وانخفضت البطالة إلى 9.9 في التقرير الأخير اللي صدر في شهر جويلي، وتقرير يتعلق بفترة أبريل 2016. فيما يخص يعني هذه الأرقام، الأرقام يقدمها أولا الديوان الوطني للإحصاء، يعني هو ديوان مستقل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقوم بدراسة يعني دراسة عينة من المواطنين ويستعمل أو يعني يستعمل معايير دولية هي معايير الأمم المتحدة عن طريق المكتب الدولي للعمل. نفس المعايير تستعمل في كل بلدان العمل وتستعمل حتى في الجزائر، هي نفسها المعايير اللي استعملت في شهر سبتمبر عندما كانت البطالة في 11.2، وهي اللي استعملت أيضا في سنة 1999 كي كانت البطالة 30%. إذا فيما يخص يعني أنت تقول أنه كان فيه بعض الجهات أو بعض الناس تشك فيها، هي نفس تشك فيها الأرقام، هي نفسها هي نفس الناس أيضا اللي تقول أن هذه الأرقام صحيحة عندما تكون مرتفعة. أنا أيضا نتساءل علاش كي تكون مرتفعة في 1999 كانت 30%، ولا حتى في شهر سبتمبر أنا كنت شفت يعني في الرأي العام بصفة عامة كان في هذا نفس الجهات هي تقول أن هذه الأرقام أرقام صحيحة والبطالة ارتفعت. وفي بعض الأحيان يعني في حتى بعض الناس يعني ما بين قوسين يفرحوا كي تطلع هذه النسبة هذه، نفس الناس يشكوا في نفس في الأرقام اللي تصدر من نفس يعني الديوان. هذه الأرقام هذه احنا كنا حتى في التدخلات تاعنا في يعني في بداية السنة وفي نهاية الشهر وحتى هنا في القناة الأولى كنا تكلمنا على ما كنا لاحظناه في سوق الشغل، هو بداية انخفاض يعني طلبات على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل. تعرفوا أنه الأرقام اللي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل هي يعني عبارة عن مسح، هي عندنا مثلا قائمة طالبي العمل الموجودين اليوم في الوكالة، وعندنا أقل من 1,000,000 طالب عمل اليوم في الوكالة، 913,069 طالب عمل إلى 21 جويلية 2016. عندنا قائمة بالاسم واللقب يعني معروفين، هو مخزون طالبي العمل في الجزائر إلى 31 جويلية. دراسة كانت في أبريل، ما فيش فرق كبير يعني ما بين أرقام الديوان الوطني للإحصاء حتى في الفئات الأخرى. مثلا نتكلموا على بطالة الشباب، بطالة النساء، لاحظنا مثلا أنه ما بين إذا قارنا دراسة 2015 والدراسة هذه لاحظوا أنه فيه استقرار في بطالة مثلا العنصر النسوي، ولكن فيه انخفاض في بطالة العنصر الذكور اللي كانت 9.9 اللي كانت يعني في 2011 الذكور كانت 9.9 وصبحت يعني 8.2 11.2 بصفة عامة، بطالة بصفة عامة، ولكن بطالة الذكور، بطالة النساء، بطالة النساء عرفت استقرار، بطالة الذكور عرفت انخفاض، بطالة الشباب أيضا كانت 29.9 تقريبا 30% وانخفضت إلى 24.7، حتى أكثر من 25 سنة أيضا كانت 8% وانخفضت إلى 7.5. على حسب دراسة الديوان الوطني للإحصاء هذا الانخفاض هذا يعني مس خاصة الفئة اللي ما عندهاش يعني تكوين كبير، وفئة أيضا اللي متخرجين من التكوين المهني، خاصة اللي متخرجين من التكوين. وهنا نأكد وأكدنا مرارا على أهمية التكوين، لأنه في نفس الدراسة مثلا اليوم 53% من يعني
مخزون البطاله، ما عندهم لو ما عندهم ولا تكوين ولا كفاءات ولا يعني قدرات اللي تسمح لهم باش يدخلوا لسوق الشغل. وحنا ناكدوا دوما على ضروره التكوين، يعني عبر القناه الاولى انا يعني نحب نبعث رساله لطالبي العمل الشباب ولا حتى يعني تحت 35 سنه. تعرفوا انه قطاع التكوين المهني يفتح، وحنا رانا في شهر سبتمبر ونغتنم هذه الفرصه باش نقدم نداء لكل الشباب باش يتقربوا من مراكز ومعاهد التكوين المهني. لاحظنا فيه بعض العزوف وخاصه عن بعض التخصصات. اذا انا نظن انه ونأكد عليها انه 50% من توفر الظروف يعني الولوج الى سوق الشغل هو التكوين. اذا كان تكونت وعندك تكوين عندك يعني تعزز فرصه باش تدخل سوق الشغل. خلاصه القول باش يعني نتكلموا على هذه الدراسه، انا ضمن الدراسه هذه منذ سنوات الديوان هذا يقوم بدراسه علميه على اسس علميه معايير دوليه، ويقدم يعني صوره واضحه عن سوق الشغل. في بعض الاحيان كان في ارتفاع يعود يعني اسبابه الى لكن إلى سيد شعلان، ربما المستمع والمواطن الجزائري يتابع البرنامج ويقول ربما هذه الارقام صحيحه، ولكن كيف تعرف البطاله في الجزائر؟ اولا البطاله تعريف تاعها في العالم هو نفس التعريف، وكنا تكلمنا عن المعايير. هو باش نقول لواحد بطال فيه شروط، يعني لازم يكون في حاله البطاله، يعني ما يخدمش. كي نقول ما يخدمش مش معناتها ليس لديه مدخول، ليس لديه مدخول. ثانيا لازم يكون يبحث بطريقه فعاله عن منصب عمل. اذا كان ما يخدمش وما يبحثش ما نعتبروش بطال. اذا الشرط الثاني لازم يكون يبحث بطريقه فعاله ونشطه، وثالثا لازم يكون يقبل المنصب الذي يعرض عليه. اذا هذه شروط اساسيه، بطال يبحث عن منصب عمل. كيف تعرفون انه نعم كيف تعرفون انه الشاب او البطال يبحث عن عمل؟ عن طريق عن طريق ليس عن طريق الوكالة فقط، فيه وكالات خاصه، فيه ايضا هيئات اخرى. مثلا اذا كان اتصل بوكاله لونسيج لانشاء مؤسسه مصغره، او يبحث عن طريقه لايجاد منصب شغل. بمعنى يدخل اليا في يدخل فيها يبحث عن منصب شغل، انه يبحث عن سواء نشاط او عمل باجره اللي يسمح له يعني بالدخول في سوق الشغل. فيه الوكالات تلعب دور كبير لان التدخل تاعها اليوم يعني اصبح عنده اهميه كبيره، ولكن فيه هيئات اخرى كمونساج لونجام لوندي لاكناك، هذو ايضا هيئات موضوعه في 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 نفس الاطار. فيما يخص الان اذا كان يعني يمكن المستمع يتساءل يعني ما هي الاسباب اللي ادت الى هذا الانخفاض. هو انخفاض اولا في نسبه طالبي العمل، في عدد طالبي العمل، وهذا الانخفاض هذا تم يعني كيفاش نفسره، هو الامتصاص تاعو، يعني تم امتصاص عدد كبير من طالبي العمل في الاقتصاد خاصه. في الاقتصاد ونظن انه يعني نتائج التنوع الاقتصادي والخروج من محروقات يعني خروج محروقات والتنوع الاقتصادي بدات تعطي نتائج، وكنا وتكلمنا عليها في فرص اخرى يعني اللي كانت لنا مع الاعلام. انا نمشي في معظم الولايات في الوطن ونلاحظ انه وكالات المحليه تستقبل عروض كبيره من يعني ارباب عمل او شركات خاصه ولا عموميه، بالخصوص يعني الشركات الخاصه، استثمارات جديده ايضا في مناطق صناعيه، في مناطق نشطات في معظم الولايات. اليوم نلاحظوا فيه انه فيه تنوع اقتصادي، والمناخ ايضا تحسن مناخ الاستثمار، لانه مناخ الاستثمار عنده اهميه كبيره خاصه. اسمح لي برك نكمل برك باش يعني فيه محاربه البيروقراطيه، فيه ايضا تسهيلات للتسهيلات. كاين فيه ملف وفيه لجنه على مستوى الوزاره الاولى اللي تتكفل ايضا بكل ما هو التسهيلات، يعني سامبليفيكاسيون. اليوم كنت لاحظوا انه في معظم الادارات ما عادش يطلبوا مثلا وثائق اداريه وكذا، اذا تسهيلات اداريه، تشجيعات وتدابير على مستوى مثلا الضرائب، على مستوى الضمان الاجتماعي. فيه مناخ جديد يسمح ب يعني انشاء وبعث استثمارات جديده. ايضا النقطه الاخيره اللي يمكن نربطها، بعض الاحيان يقول لك يعني مع انخفاض اسعار البترول، لكن لازم نتكلموا ايضا على التدابير اللي قامت بها الدوله خاصه في اطار الاستيراد. اليوم فيه عدد كبير من السلع ما اصبحناش نستوردها كما الماضي، ولكن ما ننساوش انه المواطن يواصل في الاستهلاك، يعني لا كونسوماسيون، وعلى بالك انه من اكبر محركات الاقتصاد هو الاستهلاك. اذا كان الاستهلاك لازم يتواصل الاستهلاك، اذا كنا نستهلكوا سلع وحتى في بعض الاحيان خدمات مستورده، اليوم اصبحنا يعني بالضروره ونظرا لهذه التدابير، تطبيق هذه التدابير، اصبحنا نستهلكوا مواد
أو سلع منتجة في الوطن. هذه السلع المنتجة تنتجها شركات هنا في الجزائر، نعم. سواء كانت خاصة أجنبية جزائرية، المهمة تنشط في الجزائر وتخدم يعني يد عاملة جزائرية. إذن من مرينا من مرحلة أين كنا نخلق ولا نحدث بالاستيراد مناصب شغل في الخارج، اليوم أصبحنا نحدث مناصب شغل في الجزائر. سيدي الفاضل، قلت أنه سبب تراجع نسبة البطالة في الجزائر ب 9.9% كان هناك مخطط للحكومة الجزائرية من أجل امتصاصه. ربما المواطن كذلك يتساءل كيف امتصت والآليات التي امتصت بها الحكومة هذه الظاهرة. أولا لازم كنت تكلمت يعني في الشطر الأول من الحصة تكلمت على تنويع الاقتصاد، توفير مناخ يعني أحسن، وراه يتحسن من يوم إلى آخر، خاصة فيما يخص مثلا التدابير والتشجيعات اللي تقدمها الدولة، فيما يخص يعني العقار الصناعي فيه تحسن كبير، وفي أيضا الآليات اللي توضعها الدولة أيضا للمرافقة، وهذه الآليات بالخصوص على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. احنا في على مستوى هذه الوزارة منذ أكثر من 5 سنوات ولا أكثر، احنا في مرحلة يعني نقوم بعصرنة الآليات والخدمات، رانا نقوم بعصرنة الآليات والخدمات، نقربوا أكثر من الوطن، نربحوا ثقة المواطن أكثر وأكثر عن طريق تحسين الخدمات اللي نقدموها للمواطن. إذا حتى الوكالات هذه مثلا وكالة الانساج ولا يعني تلعب دور أيضا، لكن تلعب الصناعة تلعب دور، الفلاحة تلعب دور، نعم. الاقتصاد بصفة عامة هو اللي يمتص مناصب، بمعنى هو اللي يمتص التوظيف. التوظيف في الجزائر لم يبقى مستثني عن قطاع معين، كان في ما سبق أنه الإنسان يتوظفوا إما في تربية أم الجامعة. أنا نظن هذه أفكار يعني نغتنم الفرصة باش نحب نوضحوا للرأي العام أنه هذه أفكار مغلوطة. يعني ما يلزمش واحد يكون في ذهنه أنه منصب العمل يساوي منصب عمل في الوظيفة العمومية، منصب العمل اليوم يساوي منصب عمل في الاقتصاد. يعني حتى إذا كان تكلمنا اليوم عن التوظيفات يعني والتنصيبات اللي نلاحظوها اليوم فيما يخص الإدارة بصفة عامة هي هامشية إذا كان قارناها بالاقتصاد. الاقتصاد هو اللي يعني ينشأ مناصب عمل. إذا كان أعطيتك مثلا رقم إلى 31 جويلية 2016 فيما يخص يعني التنصيبات اللي قامت بها الوكالة الوطنية للتشغيل عن طريق يعني العروض اللي تجيها من الاقتصاد، نصبنا في 2016 224,083 طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية. وهنا ما راهش نتكلم عن الإدماج، هذا الإدماج نتكلم عليه بعد قليل. إذا هذا المناصب العمل مثلا في نفس الفترة في العام الماضي كنا نصبنا 192,000، إذا فيه ارتفاع بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة 1 جانفي حتى 31 جوي، يعني التطور ب 17%. هذا الخواص حتى الخواص ساهموا في الاقتصاد. أنا أتكلمك عن الاقتصاد بصفة عامة، نعم. الاقتصاد الجزائري فيه خواص وفيه أيضا القطاع العمومي حتى ولو كان هو حوالي 30%، يعني الحصة الكبيرة هي للخواص. إذا التوظيف الإدارة في محاربة البطالة لا تتم بتاتا، إذا لازم نحيو الفكرة هذه بالوظيفة العمومية. ما يلزمش كما يقولوا يعني ما يلزمش نوضعوا نسلطوا الضوء إلا على الوظيفة العمومية، وخاصة بعض الإخوة يعني في الإعلام يحبوا يسلطوا الضوء على المسابقات تاع الوظيفة العمومية. لازم نسلطوا الضوء ولكن سيد على الاقتصاد. كلما تطرح مسابقة من قبل الوظيفة العمومية، كانت مؤخرا مسابقة تعليم التربية، نعم، نجد يعني طلبات كثيرة جدا تفوق العدد وتفوق الأرقام التي تقدم. أنه لدينا 1,000,000 بطال. لا، هذه الطلبات هي من حقهم، يعني واحد عنده شهادة جامعية من حقه أنه يترشح في أي مسابقة في الوظيفة العمومية. أنا ما رانيش ضد، أنا نحب نأكد لك أنه يعني فرص العمل ماش موجودة إلا في الوظيفة العمومية، بالعكس 99% من فرص العمل موجودة في الاقتصاد مش الوظيفة العمومية. والدليل على ذلك مثلا نعطيك مثال في حصيلة مثلا السجل التجاري في هذا السنة، هذه كان قدم حصيلة تاع 9,000 مؤسسة جديدة وما يكفيش، يعني هذه السنة وما يكفيش. احنا في الجزائر مثلا رانا في حدود 18 حتى 20 مؤسسة لكل 1,000 مواطن، ويعني على المستوى الدولي يعني في الدول يعني
اللي عندها تنمية كبيرة تلحق حتى 45-50 مؤسسة. إذن ما زال فيه فرص في الجزائر لإنشاء مؤسسات مصغرة. هذه 9000 مؤسسة جديدة اللي تكلم عليها السجل التجاري تخلق مناصب شغل، تحدث مناصب شغل، والمؤسسات الموجودة في الجزائر أيضا حوالي 800000 نفس تخلق كل سنة مناصب شغل، لأنها راهي تتطور. ماهيش يعني لأن المؤسسة إلا ما تطورتش وما عندهاش نمو تموت، يعني إذا راهي تواصل في خلق مناصب الشغل. فيها أيضا مؤشر آخر، إذا كان إحنا ما نمنوش مثلا في بعض الأحيان الدراسات اللي نقوم بها في الجزائر، مثلا الأمم المتحدة عبر برنامج البنيد، يعني برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كان أيضا قدم حصيلة على التنمية حول الجزائر. لا مش الجزائر فقط، يعني إذا حصيلة دولية على التنمية البشرية. وكان هنا في 2015 يقول أنه الجزائر تقدمت بعشر مراتب، كانت في المرتبة 93 إلى وتقدمت للمرتبة 83. وكي ندخلوا في الدراسة هذه يمكن نبحثوا عليها في الانترنت نلقاوها، كي تدخل في الدراسة هذا يعني الدراسة هذه تأكد أنه في الجزائر فيه رقي اجتماعي، رقي اقتصادي. إحنا ما نش نقوله باللي أنه يعني الحالة راهي يعني متطورة 100%، فيها نقائص، فيها هوامش للتحسين، وإحنا نواصله في التحسين في كل القطاعات، ما نش نتكلم فقط على القطاع اللي نمثله. إذن في عمل يومي، عمل جاد تقوم به الدولة الجزائرية لتحسين ظروف معيشة المواطن، والدليل على هذا هو هذا الرقي اللي يتكلم عليه يعني في إطار هذه الدراسة المتعلقة بالتنمية البشرية. وحتى الدراسات إذا كان نحاول نتكلم على الدراسات في السنوات الماضية، كان الديوان الوطني للإحصاء تكلم مثلا على دراسات تتعلق مثلا ب الاسبيرانس دو في، يعني فرص الحياه اللي توصل حتى 77 سنه في الجزائر. فيه دراسات تاكد، دراسات يعني مستقله عن العمل القوم به، تاكد انه فيه مؤشرات للتحسن، ولكن يبقى فيه عمل كبير لازم نواصله، خاصه في اطار عصرنا، في اطار تقرب اكثر واكثر من المواطن، في اطار الشفافيه ايضا، شفافيه السرعه ايضا، وهذا الشيء نحاول نقوم به يوميا. عندنا ارقام ماهيش بعيده على الارقام اللي قدمها الديوان الوطني للاحصاء فيما يخص يعني البطالة، وهذا يعني يعطينا ارتياحية ويعطينا يعني صورة واضحة عن سوق الشغل في الجزائر. نعم، كذلك سيد شعلان، ما دمنا نقرأ في هذه الأرقام، المواطن كذلك دائما قلنا ينتظر الوظيفة العمومي. كان صندوق النقد الدولي كذلك قدم توقعات حول وضع الشغل في الجزائر، وقال أنه مع الأزمة الاقتصادية لا يمكن الجزائر أن تحقق نسبة بطالة بهذا الرقم، وسيكون هناك ارتفاع في نسبة البطالة. وكانت هناك بعض القطاعات تقريبا لم تطرح مسابقات للتوظيف، منها مثلا للجمارك، مثلا الحماية المدنية، منذ مدة لم تكون هناك وظائف عن الجامعات كذلك. أنا أظن إنه هذه الغلطة الكبيرة، حتى أنت يعني حتى تربطنا علاقة جيدة أنا وياك، ولكن راك غلط كي تربط يعني مسابقة جمارك ومسابقة كذا قطاع مع دراسة يعني يمكن نقدمها لصندوق النقد الدولي ولا حتى دراسات أخرى. حنا حتى صندوق النقد الدولي يتكلم على الاقتصاد، صندوق النقد الدولي ما يتكلمش على مسابقات الوظيفة العمومية. مسابقات الوظيفة العمومية نأكدها دائما هي اليوم نعتبرها كهامشية فيما يخص إحداث مناصب الشغل. حنا ماش تاكلين على الوظيفة العمومية باش ننشئوا مناصب الشغل. الوظيفة العمومية إذا كان فيه بعض مسابقات اليوم وبعض يعني التوظيفات هذه ضرورية، لأنها كي نقولوا الوظيفة العمومية معناتها مرافق عمومية تخدم المواطن، لا يجب يعني القيام ببعض توظيف بعض يعني ماهوش عدد كبير. احنا نأكدوا على الاقتصاد. فيما يخص بعض الدراسات اللي تكلمت عليها، في بعض الأحيان يمدوا يعني نسبة بطالة في جهة معينة، مثلا هما يسموها منطقة مينا، يعني لا ريجون مينا، يعني ميدل ايست نورث افريكا. اذا وحتى في يعني في بعض قريتها في بعض الجرائد وين قدموا مثلا تنبؤوا بنسبه بطاله في السنوات القادمه، هما قدموا نسبه يعني لجهه، ومن بعد في الكتاب في الدراسه الصحافه ولا في يعني في الصحافه كي قريت ان هذيك النسبه نسبت للجزائر.
لازم نعرفوا انه في هذه المنطقه فيه بلدان عندها نسبه بطاله توصل حتى 30-35%، وكان حتى في بعض البلدان يعني اللي راهي حالتها يعني صعيبه كثير حتى توصل حتى 40%. واذا كي هذا الصندوق النقدي الدولي كيقوم بالدراسه يقدم لك النسبه المئويه، معدل النسبه يعني لا موين، كيقدم لك معدل يخرج لك بالنسبه مثلا تاع 24. ولكن اذا رحنا شفنا بلد ببلد، احنا في الجزائر النسبة هذه ما تعنيناش، حنا عندنا نسب أقل، النسبة هذه ارتفعت لأنه فيه معدل النسب في كل بلدان، وفيه بلدان اللي يعني النسب تاعها صعدت. وما تنساش علاش ما تقولش بأنه هذا الصندوق هذا تنبأ يعني بنسب نمو اقتصادي مرتفعة 4% 4.5%. وهذا النسبة هذه لا حتى في يعني على بالي بلي مراكش درتها بسوء نية بحسن نية، ولكن في بعض الأحيان يعني كي يكون فيه تقرير احنا نحكموا فقرة يعني فقرة هذيك اللي فيها بعض السلبيات ونوضعوها يعني في كيفاش يقولوا في الواجهة، وهذيك هي يعني الصورة الحقيقية. إذا لازم تكون فيها بعض، أنا كنت نتكلم معاك يعني ما نحب نبعث رسائل فقط في بعض يعني تكون في أمانة علمية ونقدموا يعني كي نديروا كما يقولوا في فرنسي كونتروندي، لازم يعني نقدموا تقرير صحفي ولا حتى إداري ولا حتى في يعني في النقاش حنا نتقبلوا النقد الانتقاد، رانا يعني متفتحين لكل شيء، ولكن لازم الأمور تكون واضحة. نعم سيد شعلان، ننتقل الى التشغيل عن طريق الوكاله الوطنيه للتشغيل، تجديد وتمديد العقود دي اي بي. هناك يعني عده شكاوي من البطالين او طالبي العمل بخصوص اعاده التمديد، وكذلك هذه ثاني يعني تصبح حاطط لها فرص كبيره، وهذه فرصه ايضا باش نوضح للراي العام. هذه مثلا تاع قضيه التمديد، هذه كاين واحد البيان يعني دارته جهه مجهوله المصدر في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، انا شفته يعني قريته، وهذا البيان هذا يعني مجهول المصدر، يقول لك باللي سوف يتم يعني الغاء العقود وكذا. وانا نكذب بصفه رسميه اليوم هذه الاخبار المغلوطه، وحنا وكذبناها في الجرائد في يعني في وسائل السمعيه البصريه، واليوم ايضا هذه فرصه اخرى باش نكذب هذه المعلومات وناكد انه كل العقود ساريه المفعول سيتم تجديدها بصفه اليه، سواء في الاداره اللي هي عددها قليل جدا او في الاقتصاد. التجديد يتم بصفه اليه، عمرنا ولا يعني كانت لنا فكره باش نقوم بالغاء العقود. هذه يعني هذه فكره مغلوطه، ما كانش في الغاء عقود، العقود سوف يعني تتواصل. اذا هنا باش نهني الاخوه ولا الشباب اللي راهم اليوم يعملوا في اطار دي اي بي يعني جهاز المساعده الدمج المهني في مناصبهم، نهنئهم انهم يبقوا في مناصبهم، وسوف يتم تجديد المناصب عند انتهاء الفتره الاولى من ولا الثانيه ولا في العقد، سيتم بصفه اليه. نزيد نعطيك معلومات راك ما طلبتليش مثلا، ولكن انا نقولها مثلا في هذا الاسبوع هذا يعني منذ 3 أيام مضت، كان فيه ايضا بيان. هذه الناس يعني تحبت في هذه الفتره هذه بالذات مع الدخول الاجتماعي يعني ما لقاو الشغل، كان الحديث عن يعني وقفه وكذا، هذه كانت نفس الشيء، وكذلك تجميد مشاريع. لا خلينا نتكلم مثلا حديث عن وقفه لجماعه دي اي بي وكذا، مضاو باسم واحد. هذا الانسان هذا اللي كان رئيس الجمعيه هو تبرأ شخصيا من هذا البيان، وهذا البيان دارين له اسمه ودارين كشغل هو اللي مضى عليه، ويطالب بوقفه في الجزائر يوم 4 سبتمبر يعني البارحه، وهي ما كانش يعني. اذا انا نحب يعني باش نوضح للراي العام انه فيه بعض الجهات تحب تخلق يعني بلبله، ولكن فيه استقرار الحمد لله، الامور تتواصل، تحسن فيه، تحسن فيه، مازال فيها هو مش يعني للتحسين، وحنا نواصلوا ايضا تحت يعني وصايه وزاره العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حنا نواصلوا في تنفيذ سياسه الدوله اللي الهدف منها هو المواطن اولا قبل كل شيء، تحسين الخدمات لفائده المواطن. حنا اليوم مثلا اذا كان نتكلم عن الوكاله الوطنيه للتشغيل، حنا الوكاله الوطنيه للتشغيل عندنا 267 وكاله، حنا اليوم بصدد تحسين ظروف الاستقبال، رانا نحسنوا في ظروف استقبال المواطنين، نحسنوا في طريقه العمل، في الشفافيه،
يمكن فيها نقص، ولكن عندنا وسائل يعني الاتصال مع المواطنين، نحسنوا في الشفافية ونحسنوا في الخدمات، ونقدر نعلن من الإذاعة من القناة الأولى أنه عن قريب قبل نهاية السنة رايحين نطلقوا مثلا خدمة جديدة، هي خدمة الخدمات عن بعد. يعني المواطن راح يمكن طالب العمل انه بلا ما يجي يعني الوكاله يقوم بكل عمليات عن طريق الانترنت، وحتى صاحب العمل يعرض لنا عرض العمل عن طريق الانترنت. وهذه احنا رانا في الفتره هذه رانا نقوموا يعني باخر الرتوشات لهذه الخدمه الجديده اللي تتم عن طريق الانترنت، ولكن قبل نهايه السنه ستنطلق. ولكن يعني الرتوشات رانا نقوم بها على المستوى الداخلي، وكنا راح تنطلق هي والموقع الجديد. ايضا عندنا موقع جديد للوكاله الوطنيه للشراء، راح نطلقوا في نفس الوقت في نفس اليوم، ويقدم خدمات جديده. ولكن عندنا افاق، عندنا اهداف على بالنا وانا رايحين يعني. نعم. عندنا اهداف خلال حتى 2020، عندنا استراتيجيه نمشيو فيها. نعم، ربما كان هناك من تفاعل معنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. سيد شعلان، هو سؤال اخير، هناك مواطن من ولايه ام لبواقي يقول انه كان قام بمشروع عن طريق لونساج، ثم أغلق المشروع وسدد دينه وكل المستحقات التي كانت عليه، ولكن عندما ذهب إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل طلب عمل قالوا له تأتينا بورقة من الجزائر العاصمة. هنا عليك أن تكلم على الاستفادة من يعني آليات الدولة. ما يمكنش انه وقعت لي فرصه باش نتكلم ايضا على قضيه يمكن انت ما فرضتهاش، هي تطهير مثلا قوائم الادماج. نعطيك مثال فقط، احنا في ولايه لقينا الشاب مستفاد هو شخصيا من لونساج مؤسسه نجاره، وعنده 4 عمال مستفادين من عقد عمل ودعم سيتيا، وهو بنفسه مستفاد عقد مؤسسه سيتيا بجهه اخرى. كيفاش هنا نقوموا بعمل التطهير؟ لانه ماش من حقه أنه يستفاد مرتين من يعني من جهازين في نفس الوقت. نعم. لأنه الدولة توجه الأجهزة هذه إلى المواطن باش يستفاد مرة واحدة فقط. نعم. إذا كان هذا الشاب استفاد من لونساج وحب يزيد يستفاد من الدي اي بي ما يقدرش، نقولها بكل صراحة ونقولها في الإذاعة. نعم. ولكن يمكن أنه إذا كان سدد كلش يمكن يعمل في الإطار الكلاسيكي، يعني فيه لأنه مهمته هنا ثانية نوضح الصورة، لانام ماهيش دي اي بي، لانام هي الوساطة ما بين عروض العمل وطلبات العمل في الاقتصاد بصفة عامة. وهذا الدي اي بي اللي هو جهاز حنا كلفتنا الدولة باش ننفذوه يعني زيادة على المهام المنوطة لنا. نعم، شكرا جزيلا لك، أدركنا الوقت سيد محمد شعلال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. كما أشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة، زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radioalgd.cz. إلى اللقاء.